السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع النهاردة هنتكلم على شجرة الشفرالية من أفضل الأشجار اللي بتعيش داخل المنزل من النباتات الداخلية أو النباتات المنزلية طبعا جميلة جدا في منها ألوان وفي منها أشكال لورا طبعا في اللون الأخضر فقط تكون الوراء اللون بتاعها أخضر وفي كمان أخضر مع أصفر وفي أخضر مع أصفر نبات الشفرالية أو شجرة الشفراليا دائمة الخضر سريعة النمو آآ شكلها آآ جميل جدا ما بتحبش الشمس طبعا العناية بها سهلة جدا الشفرية لا تحتاج إضاءة بعيدة عن عن بعيدة عن الشمس يعني تقدر أنت تحطها في البلكونة تقدر تحطها جنب أي مدخل جنب أي شباك جنب أي منفذ هواء ولو حبيت إن أنت تحطها في الخارج حطها في مكان فيه يفضل يكون فيه الظل يعني أنت لو حبيت تحطها قدام المنزل لازم أن تكون في مكان ظل يعني مثلا لو ساحتين شمس مفيش مشكله بس لازم أن تكون في الظل بس هي بتحب الاضاءه طبعا اهم حاجه الاضاءه بخصوص طبعا لازم أن تكون الاضاءه جيده بالنسبه للتربه اللي بتزرع فيها لازم أن تكون تربه البطنس مع البولاين اهم حاجه ما نرويش النبات لما لازم أن التربه الاول تنشف وبعد كده نبدا نروي النبات الري الزايد طبعا والتربه غير الجيده ده ده بيسبب الشفرالية بمرض شائع وهو تعفن الجذور وهو للنهاية إلى موت النبات. لو ليت شجرة الشفرالية عندك بتتساقط إلى بتاعتها ده بسبب قلة الإضاءة نغير مكانها على طول. تاني حاجة ما تزودش مية ليها لأن ما المياة الزيادة يعني نحط لها مية معتدلة. لو حبيت إن أنت يكون الشجرة عندك زي كده نقص القلب من فوق نص ل 5 سم وهتبدا ان هي تدفع من تحت من الاسفل كده تبدا تدفع وكمان تبدا ان هي تلمو بالشكل ده طبعا هي بتتزرع بطريقتين الطريقه الاولى هي بالتعقيل بالعوله الطرفيه ودي بتتزرع في شهر 9 و10 و11 و12 و1 و2 و3 وكمان بتتزرع بالترقيد الهوائي برضو نفس المعنى ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وشارك وكل جديد ان شاء الله على القناه بالنسبه للنبات طب بالنسبه للتسميد بتاعها هي بتحب اسمها ديل ان بي كي 2020 وده يفضل ان كل وعشرين يوم تديها سماد بالنسبة للشتاء فصل الشتاء بلاش ندي مياه لان الجو يكون بارد وكمان ما تأثرش فنفضل ان انت كل عشر يوم تدي مرة واحدة بس مياه وما تزودش زي ما حكينا التربة اهم حاجة التربة تكون تربة البطمس عشان تكون خفيفة تربة البطمس مع البلاية وده موجود في المشاتل هي تربة صناعية خفيفة جدا ما بتتحملش المية لذا هي دي افضل حاجة للنباتات تالت حاجة تقدر إن أنت كمان تشكلها تقدر أنت تحطها في يعني تقدر أنت تحط فيها تلات ألوان اللي هو الأخضر والأصفر والأبيض وكمان الأخضر والأصفر. ما تنساش تدعمنا باللايك وشير وشارك وكل جديد إن شاء الله على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.